السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم عبد الله حسين من قناة عبد الله النوبي. احنا ان شاء الله هنصلي على النبي عليه افضل الصلاة والسلام، وهنتكلم عن كلب التيبيان ماستر. التيبيان ماستر كلب ضخم جدا ووزنه كبير جدا وبياكل كميات اكل كتيرة برضو. ويلا هسيبكم مع الفيديو. سلام. زي ما قلت في البداية ان احنا ان شاء الله هنتكلم عن التيبيان ماستر او التبتن ماستر. قليل جدا من الناس اللي في مصر اللي عندهم الكلب دوت، لان الكلب دوت ضخم جدا وشعرته طويلة جدا. والكلب دوت كان في الصين في القرن 19، عملوا ميكس كده ما بين الكلاب زي الجريد برينينز والبرينينز ماونتن دوج والرود فايلر اللي هيظهر لكم على الشاشة اللي انا عملت فيديو عنه خش شوفوه، والسانت برنارد برضو عملت فيديو عنه خش شوفوه، والناين برجر هو ده اللي انا ما عملتش عليه بيه. والكلب دوت من اقوى كلاب الحراسه، وكان بيحرس الماشيه زمان في المناطق اللي جنب جبال الهيمالايا، وطول الذكر من 66 ل 76 سنتي، ووزن الذكر من 45 ل 73 كيلو، والنتايه طولها من 61 ل 71 سنتي، والوزنها من 34 ل 54 كيلو. العمر المتوقع بتاع الكلب دوت من 10 ل 12 سنة. وكان أضخم كلب تبتن ماستيف كان وزنه 330 باوند، يعني 150 كيلو. والألوان بتاعت الكلب دوت بتكون أسود وأطرافه تان وبني فاتح زي اللي هزعلكوا على الشاشة ده دلوقتي. اتكلمنا عن اللون والحجم والوزن، خلينا نتكلم شوية عن شعرة الكلب ده. شعرته كثيفة جدا وديله بيبقى لافف حوالين بعضه ولامس ظهره، وبيبقى شعرة الكلب ده محتاجة عناية يومية أو تسريح يومي. وعلى حسب تقليب الكلب، تقليب الكلب عالي هتلاقي شعرته عالية جدا وطويلة جدا، ولو تقليب الكلب متوسط هتلاقي شعرة الكلب متوسطة مش طويلة. وبيبقى فيه من الكلب دوت شو لاين، بيخش مسابقات وكلاب وبيكسب عشان شعرته بتبقى طويلة وبيبقى شكله حلو. وفي الصين الكلب دوت مهتمين بيه جدا، والناس بيحرصوا على ان هو بيبقى عندهم الناس الأغنياء، خاصة الشو لاين. والكلب دوت كان اخر 10 سنين كان سعره عالي جدا جدا، وكان اغلى كلب في العالم. ناس بتعتبر ان الكلب دوت صناعة صينية، وبيتباع الكلب دوت في الصين من 2500 ل 3300 مليون دولار، وكلب اغلى كلب في العالم اتباع. كان كلب اسمه هونج كونج، اتباع في سعره كان 1,600,000 دولار في 2011. تبتن ماستيف بيتعمل في المزاد وبيوصل ل3 مليون دولار حاليا، والجوازة الواحدة للكلب ده ب25,000 دولار. الكلب ده مش معمول للحرارة العالية. كده اكون انا خلصت الفيديو بتاعنا. ما تنساش تحط اللايك بتاعك، ويشرفني جدا اشتراكك، ولو اشتركت فعل زر الجرس، اكتب لي كومنت برأيك حلو الفيديو ولا لا، وريت تكتبوا لي بريد او انواع كلاب تحت في الكومنتات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام.